الله يسلمك. سلم يا عليك يا شيخ، رب. أنا كان اتصلت عليكم في أول حلقة في يوم الأحد اللي فات، نعم وكان قلت لك إنه بنتي شافت رؤيا، إنه شافت بقرة تجري ورا قطة وكذا يعني. صحيح، وخبرتك التفسير. كملي يا فاطمة. أيوه خبرتني. يلا في نفس اليوم أنا نمت وشفت في منامي إنه رجلي اليسار ويدي اليسار يعني عن قاعدين يوجعوا فيا جدا، ويتكلموا وقالوا لي لو عاوزين إن يعني رجلي يتكلموا إنه على أساس إنهم شخص، قالوا لي لو عاوزاني أطلع منك كتري من الرقية وآية الكرسي وصفر لا رقية وسورة البقرة. يلا أنا قلت لهم مش الشيخ طلعك المرة اللي فاتت، كيف يعني تطلع تاني؟ قال لي لا، اللي طلع ذاك حارس السحر المشروب، أنا واحد تاني لسه موجود. خلاص يلا أنا مشيت، قعدت تخيلت كده يعني، هو ما قال لي مكان وين، بس تخيلت كأني موجود في الممر اللي شافت فيه بنت البقرة تجري ورا القطة. يلا بعدين أنا قعدت بالفعل المكان أقول هذا يلا المكان هذا شيكتوه انتو اذا في شيء متخبي او مرمي؟ ايوه لحظه بس اكمل لك تفضلي. اقول لك يلا خلاص. يلا جيت انا اقول ان الله سيبطلق ان الله سيبطلق، لحد ما صحيت يعني لقيت نفسي اقول ان الله سيبطلق ورجلي اليسار ويدي اليسار يوجعوا فيا. يلا اول ما اصبح يعني جاء الصباح، مشيت فتشت المكان ولقيت فيه فعلا عقص قماش واكياس وعظام وقطن قدر وحاجات كده يعني. توقعت هذا لانه انت تشابهت الرؤيتان في نفس المكان، فيتوقع انه يكون في شيء مخبى. طب هذا الاشياء جميعها كلها وفكيها، مثل ما خبرناكم في الموسم الماضي انه اذا كان شعر فيفك العقد بطريقه تقرأين عليها المعوذات الثلاثه، وهذا اللي تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فك العقد، الشعر اللي كانت على المشط. وحاولي انك اذا في احد تثقي فيه من اهلكم من اقاربكم امام المسجد القريب من بيتكم، حاولي انه يساعدكم في فك الامور هذه قطعه قطعه حتى يزول اثرها عنكم ان شاء الله. اما بالنسبه لجسدك، شفت النصيحه اللي نصحتك اياها في اول البرنامج للاخت اللي متصله من لندن؟ سويها على نفسك ايضا، سويها على يدك اليسار ورجلك اليسار، وان شاء الله ما راح يظل فيك شيء من هذا الاثر باذن الله سبحانه وتعالى.